عودنا النظام البحراني على اعتقاله للشباب والكبار والأطفال، والكثير منهم شهداء، ولكن أن تصل هذه العقوبات إلى النساء الطاهرات المطالبين بحقوقهن في أرض بحرين، وأتمنى من الله أن يعودوا إلى وطنهم سالمين وأن يتحرروا من أيادي هؤلاء الحاكمين، وأسأل الله أن تتحرر البحرين من كل ظالم، وهيهات أن يدوم الظلم، فإن شاء الله ستعود البحرين إلى وضعها الطبيعي وتسود الحرية وتسود الكرامة على أرضه بعون الله تعالى.